ابو انس اخويا وحبيبي، اتمنى لك يا رب ان انت تيجي المكان الطاهر ده، ورزقك يا رب حجه وعمره قريبين قوي قوي ان شاء الله، يعني يكونوا السنه دي ان شاء الله. ربنا يبارك لك في صحتك وفي اولادك، وانت نعم صديق ونعم الاخ، وربنا ينور لك اللي انت بتتمناه يا رب.